الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. ما عظمت لله شعائر وحرمات. الله أكبر. ما سكبت من خشيته دموع وعبرات. الله أكبر. ما ارتفعت حناجر المسلمين بالتكبير والدعاء في عرفات. الله أكبر. ما طاف المسلمون بالبيت الحرام أفرادا وجماعات. أما بعد، فيا عباد الله، يقول رب العزة في محكم التنزيل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عباد الله، هذا يوم من أيام الله رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين، فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى بعد الوقوف بعرفة، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وباتوا بمزدلفة ثم يرمون حجارتهم ويطوفون بالبيت العتيق. أيها الإخوة والأخوات، إن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ولده، فأخبره الخبر
فأجابته البنوة الطائعة: يا أبت افعل ما تؤمر. أخذ الخليل ثمرة فؤاده وابتعد حتى لا تشعر الأم به، وأضجعه على جنبه، فقال إسماعيل: يا أبت اكفف عني ثوبك حتى لا يتلطخ من دمي فتراه أمي، فإذا وصلت إليها فأقرئها مني السلام. وبدأ تنفيذ المهمة، لكن السكين توقفت عن فعلها فلم تقطع لأنها مأمورة، فإذا بالنداء العلوي الخالد: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. واعلموا يا إخوة الإسلام أن الأضاحي من شعائر الله، ولكم فيها أجرا عظيما، فطيبوا بها نفسا واجعلوا لفقراء المسلمين منها نصيبا معلوما. أيها الإخوة والأخوات، يأتي العيد والأمة تعيش مرحلة خطيرة في حياة شعوبها، هجمة عالمية منظمة على هذا الدين وعلى أتباعه وعلى طموح الشعوب العربية التي تتوق للحرية بعد الانقضاض على ثورات الربيع العربي، ويعاد العمل بتشكيل جديد للمنطقة وفق الأجندة الأمريكية، بتوسيع الدور الإيراني في المنطقة لتتعاون إيران مع أعداء الأمة وتقف معهم في خندق واحد، وتخريب بعض الدول كما يجري في اليمن السعيد، أدوات إيرانية وتمويل عربي خليجي لإنهاء وجود الإسلام السياسي، يصاحب هذا تحالف دولي لضرب ما يسمى بالإرهاب كذبا وزورا وبهتانا، وإذا كانوا صادقين في ضرب الإرهاب والتطرف فأين كانت دول التحالف عندما قتل ربع مليون سوري على يد النظام الظالم المجرم؟ وأين هم عندما تم اضطهاد أهل السنة والجماعة في العراق؟ ولماذا سكتوا عن مجازر الانقلاب الغاشم في مصر؟ وماذا فعلوا يوم أن دمرت آلة الانقلاب، آلة الحرب العسكرية الصهيونية، مساجدنا وبيوتنا، وقتلت آلافا من أطفالنا ونسائنا في غزة؟ أيها الإخوة، نرفض أي تدخل أجنبي في أي شأن عربي، ونرفض المشاركة في الحرب مع التحالف الدولي لأنها ليست حربنا، ونرفض مشاركة جيش الوطن في معركة ليس لنا فيها ناقة ولا جمل. لم يكن أمرا مقبولا أن تقوم الحكومة باعتقال الدعاة الصادقين المخلصين وتلفيق التهم الجاهزة لهم بحجج واهية في الوقت الذي نرى فيه حماية للفاسدين والمفسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن وسلبوا أمواله وفتتوا وحدته. نطالب الحكومة وعلى الفور بإطلاق سراح العالم المصلح الدكتور محمد سعيد بكر وكل أحرار الوطن المعتقلين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الشعب الأردني يرفض التطبيع الاقتصادي وغيره مع الصهاينة
ولهذا فإننا نرى أن استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الغاصب هو رهن للاقتصاد الوطني وانتقاص من السيادة الوطنية العليا لهذه الدولة التي نحبها ونحترمها. فهل هذه الصفقة مكافأة للصهاينة على استمرار عدوانهم على المسجد الأقصى وتهديده وتهويده؟ أيها الإخوة، ما زال الإصلاح وسيبقى مطلبا لكل الأخيار، فلماذا يؤخر أهل الإصلاح ويقدم أهل الفساد والإفساد؟ إن الوطن يتعرض لتهديدات على درجة عالية من الخطورة، وهناك مؤامرة على منظومة القيم والأخلاق والفضائل من خلال الترويج لمهرجانات الفسوق والانحطاط التي تصم الحكومة آذانها وتغمض جفونها حتى لا يكون لها موقف في هذه المهرجانات التي تأتي على ما تبقى من أخلاق الفضيلة في هذا المجتمع المسلم. ماذا أعدت الحكومة لتخفيف الأعباء على مواطنيها، حيث الغلاء الفاحش الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي وانتشار ظاهرة الانفلات الأمني؟ لن يرهبنا أحد ما دمنا نعمل بوحي من عقيدتنا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، سنحرص على المصالح العليا لهذا الشعب الكريم، فما يشغل بالنا هو هم الوطن ومطالب المؤمنين. الوطن بحاجة إلى تكاتف الجهود لإنقاذه، فقد تعرض للسلب والنهب من عصابات فاسدة استقوت على مؤسساته وجعلت الوطن كله برسم البيع. أيها الإخوة والأخوات، في هذا العيد نبعثها تحية إلى المقاومة الباسلة هناك في فلسطين القداسة وفي غزة، على وجه الخصوص غزة التي مرغت أنف جيش العدو في التراب ودمرت كبرياءه. ونطالب أحرار العالم بأن لا ينسوا شعب غزة وإعادة الإعمار فيها. إننا في هذا الموقف نرفض المقايضة بإعادة الإعمار مع نزع سلاح المقاومة، فالسلاح هو عنوان الشرعية ورمز التحدي وصانع البطولات في زمن الهزائم العربية المتلاحقة. نستذكر آلافا من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وسجون الأنظمة الظالمة، ونسأل الله لهم فرجا قريبا. ونقول لأسرانا الأردنيين في سجون الاحتلال: لقد وصلت رسالتكم ووصلت تهنئتكم بالعيد لإخوانكم في هذا البلد المرابط، ونسأل الله أن يسمع أهل القرار صوتكم. ونؤكد أن المقاومة في فلسطين وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أخذت على عاتقها أن تهتم بملف الأسرى الأردنيين، وأن يكونوا ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى في قريب الزمان إن شاء الله تعالى. نستنكر مواقف بعض الدول والأنظمة الرسمية العربية بتخاذلها عن دعم المقاومة الباسلة، لقد بلغت الوقاحة في بعض الأنظمة العربية أن تقف في خندق العدو الصهيوني وأن تعلن الحرب على ما تبقى من مقاومة في هذا الزمان العجيب. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لا نيأس ولا يخالجنا الوهن أو الإحباط لا قدر الله، لأن سنة الله ماضية في الخلق لا تتبدل ولا تتغير. قد ينتفش الباطل زمنا، لكن جولة الحق أطول عمرا وأعمق أثرا،
وما هذا الاستعلاء في الأرض لأهل الباطل والضلال؟ وهذه الحرب الضروس التي تشنها أنظمة محسوبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على الإسلام وأهل الإسلام، إلا إرهاصا وإيذانا بقرب فجر الانتصار. نلمح فجرا جديدا يبدد الظلمة ويفتك بالظلمة إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله